مستمعينا، حين أدرك ضيفي أنه بات نجما في عالم الأغنية التراثية السورية والفراتية منها بشكل خاص، لم يكن يدري أن ناقوس خطر تهاوي الأغنية والموسيقى العربية كان يدق. فالكلمة الأقوى للمنتج وصاحب رأس المال، أما الصوت والمشروع الفني التراثي فكان الحلقة الأضعف وإلى رف الذاكرة والذكريات. ضيف اليوم فنان بصم في تاريخ الأغنية التراثية شئنا أم أبينا، ارتبط اسمه بعشرات الأغنيات الشعبية والمحلية ذات اللكنة والشجن المعشق في حناياها. مسيرة طويلة وأداء لم يشبه أحد، بل على العكس صارت ألحانه وأغنياته منطلقا لنجومية شباب وأصوات صاعدة بحق أو بغير حق. أحد أبرز الأصوات الشعبية التراثية العريقة الفنان القدير دياب مشهور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا بك يا حبيبي. يسعد لي مساك أستاذنا. في بدايتك عانيت مثل ما عم تحكي، نمت مرة يمكن بالحدائق العامة صح؟ تتذكر هيك شيء؟ نمت وجعت. جعت كثير، عرفت؟ بس أنا مرة ببغداد على أساس طالع من الإذاعة العراقية، على أساس كنت وطلبوا مني أشياء هيك ما قدرت أغنيها. نعم. قمت وجيت خايب. انسحبت من الحفل لأنه ما قدرت تغني؟ لا، من الإذاعة. من الإذاعة. طلبوا مني أغنية معينة ما فعلت أغنيها. نعم. وطلعت من الإذاعة. نعم. طلعت ما سويت من الإذاعة، عرفت؟ نعم. تأثرت بالفنان العراقي اللي حكيت عنه هلأ، الحضيري أبو عزيز. وانتهزت فرصة تأسيس نادي للفنون ببلدك مع فرقة موسيقية وبلشت تحيي الحفلات بالأغاني اللي كانت دارجة. هاي بال69 لما بال69 لما خلصت أنا من خدمة العلم. نعم. ورجعت لشعادة النشاط الفني ونادي الفني وعدت نشاطي في المحافظات، قررت انه اجي على دمشق بال69. حلو. انا بس بدي اقول شغله، كنت مع نهايه كل حفل تقدمه كنت تاكل عقوبه من الوالد قتله. هاي تتذكرها؟ ايه بتذكر لك. ما كان بده اياك تعمل فنان؟ بابا والدي كان انسان متدين بسيط، افقر الناس الله يرحمه. ايه، ولكن عنده خوفه علي، ما اريد اسهر بالاعراس. العراس لأنه تجي الساعة 11 بالليل 12 متأخر هن ينامون بعد، يتعشوا من هون وينامون من هون. نعم. الساعة 6 يكونوا نايمين. فوالدتي من خوفه علي تحط لي الحجرة ورا الباب مشان لما أدفشها يعني تلاقيه مفتوح إلا شوي. حلو. مشان أفوت على السكة يقوم والدي ريفي يقظ. نعم. يفز علي يقول لي جيت يقتلني بالخيزرانة. قل لي وين كنت؟ لا خايف علي انه الساعة 12 بالليل 11 بالليل ما تخاف من السكرانين بالشارع، ما تخاف من المجرمين اللي يقضون يخطفوك يقتلوك. انت ولد الساك عمرك 12 سنة 15 سنة. كان يخاف عليك. وقت اللي بلشت تعمل فنان رضي عنك، صار يشوف انه انت عم تعمل مشروع غنائي؟ هو كان يغني. نعم. بين رفقاته كمان على الربابة. صرت أنا أتوسل إليه مشان ينطيني بعض الأبيات العتابة. صرت أخذها وأغنيها قدامه. حلو. كان ينصحني يقول لي يا ولدي هاي العتابة تجيب الفقر، لا تغنيها. اسألني أني، أنا جربت. مو زينة العتابة، مو زينة، لا تغنيها. شو كان بده إياك تغني؟ شو عتابة على الربابة يعني؟ عتابة. نعم. حزينة يعني، حزن. حنسمع شي لحضرتك ونكمل حوارنا. يا ربابة حني وني على المحبوب الراح مني، واني جتلتني الفرقة الله يجاز الغار. يمكن لولا اليوتيوب وبعض هيك وسائل التواصل الاجتماعي كتير ناس ما بتتذكر صاحب بوردين وطول يا ليلى وكتير من الأغاني القديمة. للتنويه أنه أغلب الإنتاجات الغنائية لحضرتك كانت على حسابك الشخصي. نعم. شو كان المردود لإلك؟ أنه عم غني بس ما عم طالع مصاري، شو كان بدك؟ ولاش شهرة ونجومية ولا؟ ولاش لا ولاش أريد أوصل. كان هدفي أن أوصل هذا اللون
السوري الأصيل الفراتي لمستوى العرب العالم العربي. كمشروع فني. فني، مشروع رسالة فنية. رسالة أوصل أدي الأمانة وأوصل هذه الرسالة. قد ايه نجحت أستاذ؟ قد ايه نجحت؟ جوع. قد ايه نجحت بإيصال هيدي الرسالة؟ إيه نجحت كثير، وضعت بصمة لا تزال ولا تمحى أبداً. بصمة جوع وتعب وشقاء وسعي حتى وصلت لهذا المركز المكان. من دوني فادي كنت ظليت 3 سنين هون في دمشق من 69 ل 72 اكل خبز حاف، بروح على المطاعم واقول لهم اعطيني خبز حاف للخروف، وكان الخروف انا. 3 سنين انا اكل خبز حاف حتى انتظر أية الفرصة من رب العالمين، وانطاني فرصتي بال 72 وانطلقت بإذن واحد أحد، واختار لي الله هذه المهنة وأهلني. أنا كنت أمي لا أقرأ ولا أكتب، قال لي تعال ولو إن هذه المهنة صعبة ولكن أنت تريدها وفيك وموهوب، أنا راح أتخليك تتخلى عن كل المصالح اشتغلتها وما عاد بدي اياها، راح اعطيك المهنه هاي وانا اهلك ازيدك التاهل. وانطاني الذكاء، حسه السمع وسرعه الحفظ والبديهه والوحي. تعلمت منه كثير قصص. انطاني كل شيء رب نعم. العالمين قال لي هذا هو، خذ خليك افلح تشوف، افلح وانجح. طالما هاي انت حدا كان واقف لحدك، حدا كان يساعدك، حدا كان قريب منك؟ مين كان قريب، مين كان يدعمك؟ الله سبحانه وتعالى فقط. فقط هو اللي انطاني هالمهنه، هو اللي اهني، هو حتى القراءه والكتابه. زوجتي كانت تقول لي تقدرسك معي، كانت تساعدك شوي. ساعدي نعم. قلت لها لا خليني اتعلم لحالي، تعلمت لوحدي من الجرايد والمجلات وكذا ما اعرف ايش، ومن العالم. العالم مدرسة كاملة، مدرسة خطيرة جدا، عرفت؟ مدرسة الحياة. أنا أخي أنا مدرسة الحياة، عشت حياة أشكال ملونة مع البني آدمين من كل من الغرب للشرق، وتعلمت واختاريت هذا اللون الفراتي السوري الفراتي الأصيل. نعم. متزوج حضرتك وعندك ولد وبنتين صح؟ عندي محمد معاي هلا. تحياتنا لمحمد. ايه الله يخليك. وبنتين يمكن. بنتين. بعيدين عن الوسط الفني يمكن صح؟ ايه. خليني بلش من البدايات. التقيت مع الفنان دريد لحام بعام 72 حيث اشتركت ببعض مع بعض كنت بمسلسل صح النوم، وغنيت بعض الاغاني مثل طول يا ليلى وميلي علي ميلي وكمان اغاني تانية. رجعت واشتركت بملح وسكر بهيدي التمثيلية الكوميدية مع دريد لحام، نهاد قلعي الراحل، ياسين بقوش وناجي جبر ونجاح حفيظ، كلهم الرحمة لإلهم ويطول عمر دريد لحام. غنيت يا بردين من ألحان عبد الفتاح سكر وبلشت الشهرة. بالنسبة سنة 73 قبل الحرب. نعم. خلصنا صح النوم بال 72 ببيروت، بعدها اجى مسلسل ملح وسكر، وكلفني استاذ خلدون المالح ان اشترك بهذا، وغنيت يا وردين بعد اختياره لابو ردين وعلى المايه هو استاذ دريد لحام. ذهبنا الى الاردن وصورنا قبل الحرب 73، صورنا ملح وسكر وغنيت يا وردين وعلى المايه، وانشهرت من هنيك الاغنيتين، نزلت على الكاسيت من دون ما أدري أنا أعلم. ونجحت النجاح هذا. بعدين إجت لهون كان نذير عقيل رحمة الله عليه، كان عنده برنامج اسمه قناة 99. قناة 99. إيه. وليالي الشام، وحط وبث الأغنية الغنيتين على الماي ويا بردين. أستاذ إيه. وصلت شهرتك لمستوى سوريا والعالم العربي على مدى السبعينات والثمانينات، غنيت نمنم خانم ونمنم خانم، يمكن اللي هي الفتاة الصغيرة ما لا هيك؟ لا. النمنم هي الصغيرة لا ايه. وهانم الكبيرة صح؟ ايه. هل كنت تحتاج لتفسير بعض المفردات؟ صحة على قلبك. كنت تحتاج لتفسير بعض المصطلحات، يسألوك شو يعني كلمة خانم؟ نعم. شامية نعم أو تركية. كلمة خانم نعم.
الست الكبيرة الموقرة نمنم نمنم اللطيفة الصغيرة اللطيفة الدعوبة نعم الحلوة هيك الست الكاملة نعم مثل ما يقولون الست كاملة مخضرمة من كل شيء نعم هل كنت تلاقي صعوبة لإيصال مفردات كان فراتية أو تراثية للمستمع اللي لا يسمعك؟ كان يسألوني ما معنى أبو ردين نعم أبو ردين أول كان الرجل والمرأة يلبسون كمام واسعة الكم واسع نعم هذا اسمه ردن بالعربية الفصحى نعم. اسمه ردن ردن ايه مو مردان او كم نعم. ما في كم نعم. ايه فكان يتغزل بين الاثنين الرجل يتغزل في المرأة والمرأة تتغزل بالرجل الرجل كان يحط الفرد الفرنسي الطويل نعم يسموه ردنية نعم صعبين هذول الأستاذ صعبين تقول له يا بردين يا آه. بردين الفرد يعني هو يقول يا بردانة عرفت شلون نعم عملية غزل فمداعبة بين الاثنين هذا لقط الشعر وغناها بظل صعوبات إنتاج أغاني بسوريا وبعام 2017 أصدرت فرقة سفر الموسيقية أغنية أبو ردين بعد إعادة توزيعها هالفرقة اللي تشكلت ب99 بعدها ومؤخرا شهدنا ظهور فرق بتعتمد على شخصين أو أكثر بتقوم بإعادة توزيع وغناء أغانيك يعني هل كانوا يستشيروك أو ياخذوا الإذن منك أو على الأقل حقوق النشر؟ لا ما حدا أبدا لا لا, لا. إذا أنا خوفي أنا خايف بالبداية قلت لك لا أريد أطور ولا أريد أوزع ولا أريد كذا أنا حق بلوني بس هن صرفوا من حالهم وأخذوها بما أنه موهوبين ناس موهوبة أنا وقفت قلت خليهم معلش خليهم ينطلقوا ينجحوا خليهم يثابروا مثل ما ثابرت أنا بلكي يفلحوا لبلدهم بلكي يعملوا شيء خليهم يستعينوا راضي عن اقتباسهم وأخذهم لأغانيك وألحانك ومن دون ذكر المصدر ولا ذكر اسم حضرتك ما كان يهمني هذا حنسمع فرقة تكات اسمع لي هذا التوزيع ولحن وخبرني حنسمع فرقة تكات ضربني خنجره عجبك اللحن؟ في تغيير بمقام الأغنية مثلا أو باللحن أو بإعادة التوزيع تغيير المقام تغير المقام كله أنا أغني أبو ردين المايا من العجم من الفا فا ماجور نعم هاي من البيات أقفل فيها سيكا يا أبو ردين أما عجم الفا فا ماجور هي أغنية المايا من مقام عجم الفا هل يجوز اليوم تغيير مقام أغنية لحضرتك وإعادة توزيعها ونقدمها بطريقة مختلفة هل حتكون راضي؟ لا ما هاي اللي سمعناها هلا عملوها اي عملوها تملك اليوم حقوق محفوظة باسمك لأعمالك وأغانيك في حقوق لا محفوظة ما أبدا؟ لا ما في ما سعيت لهيدي القصة؟ إنك تحفظ حقوقك وأعمالك تكون محفوظة حقوقي في كانت أول ما بعرف الآن موجودة اسمها جمعية باريس تمام يشتركوا فيها الألحان عارف في باريس نعم فشو تنزع لي ألحان طول السنة بيجمعوها وينطوني حقها من المطربين العرب أو المطربين الآخرين يبيعوا اللحن مثلا؟ لا لكن هاي الجمعية هاي بتجمع شو انبث طول السنة تمام من ألحان لذياب مشهور يجمعون يحطوني حقها حطوا لي سعر فلوسها الجمعية هاي بتعطيني حقها لسها موجودة الجمعية ولا لا؟ لا ما انتسبت أنا أنا ما انتسبت بالبلادات عندنا هيك في هاي الملحنين الكبار نعم مو أنا هون ما عندنا هيك شيء لا هاي الجمعية تشترك فيها الدولة على طريق الدولة مو على طريق الانفرادي أستاذ دياب بعض الفرق ادعت منا كمان فرقة سفر وغيرها قالوا أنه حاولوا التواصل مع حضرتك لكن لم يستطيعوا الوصول ولهالأمر أهدوك الأغاني والألحان المجددة هل بتقبل اليوم الاكتفاء بإهدائك أغانيك؟ أنا أشكرهم جزيل الشكر بس أنا ما عندي علم بهذا
لا بالشكر ولا انت بالدين ولا شيء ولا شياطين. هم صرفهم من عندهم من طيب خاطرهم، حبوا يشكروني بعد العمل، الله يعطيهم العافية وألف شكر لهم. حنسمع شيء لنرجع نتوقف مع بعض المحطات يلي ما بيعرف مين ذياب مشهور. والآن مطرب السجون والمعتقلات وعندليب الأواويش والمنفردات، السجين المسلم المشهور بهيك مجالات، دياب مشهور في أغنية يا مرتين بمرافقة فرقة السجن الموسيقى. يا مرتين يا مرتين وش قلنا ليك يا زاد زعلانة، ابتعد عنا وخلي ساليك تنهد امطرة والنوبة تتولع بيه. اريد ابكي اريد ابكي وابكي الخلفاني، اريد ابكي وابكي الخلفاني وعلى مر المصايب خلفوني. ويلي يا يابا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا قد ناحت بقربي حمامة. أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي. يا مدلل واشرب شاي واقعدي شوية وياي، يا مدلل واشرب شاي واقعدي شوية وياي. شفتني عيونك هالسود انت فراشي وانت غطايم، نوري مدلل وشرب شاي. إلي علي من الليل مثل النار منيلي، يعني من مخان قلبي نار تفتش كهرب ويضوي. ليل مرصنا عشق مديني، يعني من مخان قلبي نار. حبوب مغمر مغمر والوجه مغمر مغمر، محبوب مغمر مغمر والوجه مغمر مغمر. شوفي يا عيني بنات بلاد شقد حلوة، والله اشكيلوني بالنظرات وبالغمزات. شوفي يا عيني بنات بلاد شقد حلوة، والله اشكيلوني بالنظرات وبالغمزات. ويلي منك يا طيارة بدي والهمني ديارة، ويلي منك يا طيارة بدي والهمني ديارة. أنا هويتك على المايا على المايا على عيني يا ملايا. يا بني اهب الله سقيني عطشان انطيني مايا.